إن قول المحدث رواته ثقات أو رجاله رجال الصحيح لا يدل على تصحيح الحديث، وقد أشار إلى ذلك الألباني رحمه الله من وجهين. الوجه الأول أن الحديث لو كان صحيحا أو ثابتا عند هذا المحدث لقال هو حديث حسن أو حديث صحيح. الوجه الثاني أن هذا المحدث أو هذا المؤلف تتبع رجال هذا السند فوجدهم ثقات، قد يكون في السند انقطاع أو إرسال، فليتنبه لمثل هذا.